فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة. بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. طبعا زي ما احنا وضحنا ان احنا ان شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن حاجة مميزة جدا، وهي أربع فرص تطوع هتكون ممولة بالكامل ومتاحة للجميع. وكمان احنا مقدمين عرض في هذه الفرص ان شاء الله. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا قناتنا بتقدم بشكل احترافي في المنح والفرص، فاحنا مقدمين عرض اللي هيتم التقديم في الأربع فرص دول برسوم فرصة واحدة. تمام. طيب خلينا قبل ما نخش في أي شيء نتعرف الأول على تفاصيل التطوعات الأول وتفاصيل الفرص دي. دي مقالة الفرص زي ما احنا وضحنا، أربع فرص للتطوع في قارة أوروبا ممولة بالكامل ومتاحة للجميع. طيب أول فرصة معانا هنتكلم عنها هي فرصة تطوع ممولة بالكامل في أسبانيا. تمام. أسبانيا من الدول القوية جدا. المميزات اللي هيحصل عليها المتطوع هي اللي المتطوع يحصل على شقة مفروشة بالكامل مع متطوعين آخرين. كمان المتطوع هيتلقى تقريبا 350 يورو مصروف للجيب شهريا. كمان هيكون في توفير لوجبات الطعام. كمان هيكون في دعم في الحصول على تأشيرة أسبانيا بكل سهولة بدون الحاجة لحساب بنكي أو تعقيدات، بيبعتوا زي invitation فيزا. كمان المتطوع أيضا هيتلقى بطاقة عشان يستخدمها في وسائل النقل العام. كمان بيكون في زي استرجاع لتذاكر الطيران، لرسوم تذاكر الطيران أو تكلفتها لما بتبدأ معهم التدريب. يعني أنت بتدفع تذاكر الطيران على حسابك، لما بتروح هناك أثناء التدريب بيرجعوا لك التكلفة اللي انت دفعتها من بلدك الى اسبانيا لتذاكر الطيران. كمان المتطوع هيتلقى تدريبا عند الوصول قبل العمل. تمام. قبل ما تشتغل هيكون في تدريب، وكمان هيكون في العمل بدوام كامل مع المؤسسة بند هيئة التطوع. اذا كنت من الناس يعني الجيدين اثناء العمل واثناء التدريب ممكن كمان تشتغل معهم فيما بعد بدوام كامل. طيب احنا كده شرحنا المميزات. طب ايه هو وصف التطوع ده؟ انت يعني هتحصل على المميزات دي مقابل ايه، وهتعمل ايه عشان تحصل على هذه المميزات؟ طيب الفرصة دي هي فرصة تطوع وتدريب في مجال السياحة لمدة 6 أشهر. تمام. 6 أشهر فيما اعلى، يعني انت ممكن تقعد اكتر من 6 شهور، بس المينيموم اقل حد هو 6 شهور تقعدهم في هذا التدريب. التدريب ده هيكون مع مؤسسة ما Internship Worldwide. تمام. دي اسم المؤسسة اللي عرضة التدريب ده، والمؤسسة دي عبارة عن مؤسسة سياحية بيتم توزيع المتدربين في الفنادق والقرى السياحية، وبيكون هناك مهام مختلفة مثل انك بتشتغل في الاستقبال والخروج في جولات سياحية مع السائحين من خارج اسبانيا وغيره من الاعمال، وانت بتتفق معاهم على الوقت اللي انت هتبدأ فيه التدريب ومعاد السفر بتاعك امتى. تمام كده. طيب كده شرحنا مميزات التدريب ده ووصف التطوع، وهنا هتلاقي الاعلان الرسمي للفرصة دي اللي انا بتكلم عنها. تفتح الاعلان الرسمي هتلاقي فيها كل التفاصيل اللي انا قلتها برضو، لو انت حابب تتأكد من اي شيء هتلاقي في هذا الموقع الاعلان الرسمي. تمام. هنا الاعلان الرسمي بيوضح لك هنا الراتب اللي انت هتاخده شهريا، ان هيكون في فيزا سبورت للناس من خارج الاتحاد الاوروبي، هيكون في سكن مجانا، كل هذه الاشياء هتكون متاحة لك. تمام. ده الاعلان الرسمي للفرصة. طيب ندخل على الفرصة الثانية، وهي فرصة تطوع ممولة بالكامل في اليونان. واليونان من الدول الأوروبية القوية أيضا، ودول الشنغن اللي بتسمح لك انك تقدر تخش دول أخرى زي ألمانيا وغيره عند الإقامة في اليونان. طيب بالنسبة للمميزات اللي هتكون في الفرصة دي، المتطوعين هيحصلوا على غرفة في سكن الفندق. تمام. لأن هنشرح دلوقتي وصف التطوع ده لأنه هو تطوع في فندق. فالمتطوعين هيحصلوا على غرفة للسكن في فندق. كمان المتطوع هيتلقى راتب شهري ممتاز جدا. تمام. محددوش كام، ولكن راتب شهري هيكون كافي ليك جدا. كمان هيكون وجبات الطعام متاحة، هيكون في دعم في الحصول على التأشيرة الى اليونان. كمان هيتلقى المتطوع ايضا بطاقة عشان يستخدمها في وسائل النقل العام في الدولة. كمان المتطوع هيتلقى تدريبا عند الوصول قبل يعني ما تبدأ العمل، هيكون في تدريب عشان يوروك ازاي ممكن الشغل بيمشي وهذه الاشياء. كمان هيكون في العمل بدوام كامل مع المؤسسة بعد انتهاء التطوع، اذا كنت من الاشخاص المتميزين ممكن تشتغل معاهم بدوام كامل.
طيب وصف التطوع ده ايه؟ عشان تحصل على هذه المميزات انت ايه المقابل اللي المفروض تعمله او ايه الاشياء المفروض مطلوبة منك؟ اول حاجة ان الفرصة دي هي تدريب وتطوع في مجال الاستقبال، تمام، ريسبشنست. والريسبشنست ده هيكون مع فندق اسمه افرا بادجت بيتش، تمام، وده فندق موجود في اليونان. والتطوع ده هيكون لمدة 4 شهور فيما اعلى، 4 شهور فيما اعلى هتاخد هذا التطوع. وزي ما انا قلت هو عبارة عن فندق من افضل الفنادق، تمام، بحيث الناس دي او الفندق ده بيبحث عن اشخاص ايجابيين وحيويين عشان يشاركوا في موسم 2021. وهيكون التدريب ده انك هتتعرف على ادارة الفنادق وخدمة العملاء، ازاي ممكن الادارة بتاعة الفنادق والكاستومر سيرفيس والتسويق الرقمي وانك تعمل لهم بروموشن على السوشيال ميديا ومثل هذه الاشياء، تمام. فدي هتكون مهمتك في هذا التدريب. هنا هتلاقي الاعلان الرسمي للفرصة دي، تعال نشوف الاعلان الرسمي، هتلاقي برضو فيه كافة التفاصيل اللي انا قلتها، كل حاجة هتلاقيها مذكورة هنا في الاعلان الرسمي. هتلاقي هنا مكتوب ان التدريب ده في اليونان، في اسم الاوتيل اهو، هتلاقي كل التفاصيل هنا بيوفروا ايه، مش مطلوب خبرة سابقة في التدريب ده، فيها راتب، فيها السكن، في وجبات الطعام وغيره من الاشياء، تمام. طيب نخش بعد كده على الفرصة الثالثة، وهي فرصة تطوع ممولة بالكامل في بريطانيا، تمام. المميزات اللي احصل عليها المتطوع، المتطوع يحصل على سكن ممتاز جدا به كافة المرافق مثل الانترنت وغيره زي ما موجود على الموقع الرسمي. هيتلقى المتطوع كمان راتب شهري ممتاز جدا، هيكون فيه وجبات للطعام، كمان المتطوع هيتلقى بطاقة عشان يستخدمها في وسائل النقل العام، كمان هيكون فيه تدريب قبل ما تبدأ العمل. طبعا بالإقامة في بريطانيا انت كده بتزود من مهاراتك في اللغة الإنجليزية، بالاحتكاك مع الشعب هيزود من مهاراتك في اللغة الإنجليزية، كمان بيكون ليك الإتاحة انك تشتغل بدوام كامل مع المؤسسة بعد انتهاء التطوع اذا كنت من الأشخاص المميزين في العمل، تمام. طيب بالنسبة لوصف التطوع ده، التطوع ده هو فرصة للعمل مع مؤسسة اسمها European Placement Agency UK، تمام، دي اسم المؤسسة اللي عرض هذا التدريب والعمل. والتدريب ده هيكون لمدة 6 شهور فيما أعلى، تمام؟ والتدريب ده هيكون فيه أشياء كتير جدا، زي اللي انت لازم تتابع البريد الإلكتروني للمؤسسة لما تشتغل معاهم، ترد على الاستفسارات اللي هتوصل، إنشاء جداول البيانات، هتستخدم الإكسل والباوربوينت والوورد، تشتغل في الاستقبال في المؤسسة دي، تمام؟ الحجوزات، السفر، كل ده يعني مهام بتعملها هذه المؤسسة، وانت ممكن تشوف الحاجة اللي انت مهتم بيها وتبدأ تدريب مع هذه المؤسسة فيها، تمام كده. طيب هنا هتلاقي الاعلان الرسمي للفرصة دي، برضو في كافة التفاصيل اللي انا قلتها، كل حاجة انا قلتها تلاقوها موجودة هنا، باسم المؤسسة، بالتدريب هيكون في اي دولة، هنا United Kingdom European Placement Agency UK، هتلاقي كل التفاصيل هنا، هتلاقي ان فيها الراتب، فيها السكن، بيتحملوا وسائل النقل، كل ده هيكون على حساب المنح. نخش بعد كده على الفرصة الرابعة، وهي فرصة تطوع ممولة بالكامل في بلغاريا، تمام. واللي ما يعرفش دولة بلغاريا، هي احد الدول الاوروبية القوية جدا، وبرضو يعني بالاقامة فيها بيسمح لك انك تحصل على مميزات كتير. طيب بالنسبة للمميزات اللي بتقدم فيها هذه الفرصة، ان المتطوعين يحصلوا على سكن ممتاز جدا وبه كافة المرافق ايضا، كمان هيكون فيها راتب شهري، برضو المنحة دي بتشمل راتب شهري، هيكون في مساعدة في الحصول على التأشيرة، كاتبين كده على الموقع الرسمي ليهم فيزا انفيتيشن، كمان هيكون في وجبات طعام هتكون ليك، كمان المتطوع هيكون ليه بطاقة عشان وسائل النقل العام ما تدفعش تكاليف فيها، هيكون فيها تأمين طبي، ودي حاجة برضو مميزة في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هتكون تكلفة العلاج على حسابهم، كمان هيكون في تدريب قبل ما تبدأ العمل بشكل كامل معاهم، وكمان إذا كنت من الأشخاص المميزين ممكن إنك تشتغل معاهم بدوام كامل بعد انتهاء مدة التدريب. بالنسبة لوصف التطوع ده، التطوع ده هو فرصة للتدريب والعمل في بلغاريا، وهي أحد الدول الأوروبية القوية. التدريب ده هيكون مع هذه المؤسسة اللي هي رمزها ECESD، تمام، وهي عبارة عن مؤسسة سياحية، بحيث المتدربين بيعملوا في خدمة الاستقبال، برضو الريسبشنست، تمام، في احد المنتجعات السياحية زي الريزورتس والفنادق، انت بتشتغل فيها في خدمة الاستقبال، وبيكون هناك تدريب قبل ما تبدأ العمل ده، تمام، وزي ما انا قلت ممكن انك تشتغل معهم بدوام كامل اذا كنت من الاشخاص المميزين في العمل. هنا برضو هتلاقي الاعلان الرسمي للفرصة دي، في كافة التفاصيل اللي انا قلتها، كل حاجة ذكرتها في الاعلان الرسمي هتلاقي هنا، مكتوب دولة بلغاريا ومكتوب اسم المؤسسة المانحة، هنا بلغاريا، تمام،
اسم المؤسسة المانحة. هتلاقي المميزات اللي بيحصل عليها الشخص اللي هي فيزا اسيستنس، بتحصل على مساعدة في الفيزا، التأمين الطبي، السكن، كل ده بيكون مشمول، والسالري كمان موجود هنا عندنا، فحاجة مميزة جدا صراحة. طيب كده شرحنا الأربع فرص التطوع. عندنا هنا بعض الملاحظات، إن الأربع فرص دول ليس بهم حد أقصى للعمر، فهي متاحة لجميع الأعمار. تاني حاجة، إن الأربع فرص دول مش بيحتاجوا شهادة لغة إنجليزية للتقديم فيهم، مش مطلوب منك بقى آيلتس ولا توفل ولا إثبات شهادة لغة إنجليزية، تمام؟ كمان الفرص دي متاحة للجميع، من طلاب وخريجين ومن أي مؤهل. أنت تخصصك تخصص معين، أي مؤهل، ثانوية عامة، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، طالب، خريج، تقدر تقدم على هذه الفرص، لأنها مش منح دراسية وإنما فرص تطوعية وتدريب، تمام؟ طيب كمان بقى ما تنسوش الحاجة المهمة اللي احنا قلنا عليها والمفاجأة، إن قناتنا بتوفر عرض التقديم في الفرص الأربعة برسوم فرصة واحدة، تمام؟ اللي احنا طبعا يعني انتوا عارفين ان احنا بنوفر هذه الخدمة، ولكن ان احنا هنقدم لكم على هؤلاء الأربع فرص برسوم منحة واحدة، يعني انت كده بتضمن لنفسك انك ممكن تتقبل في هذه يعني او في احد هذه الفرص، وهتقدم معانا برسوم فرصة واحدة بس، واحنا هنعمل لك كل الاشياء المطلوبة لهذه الفرص، خطابات نية، اي حاجة بتطلبها التقديم في الفرص دي احنا بنجهزها لك ان شاء الله. والعرض ده هيكون ساري بتاريخ لحد يعني تاريخ 15 ابريل 2021، العرض ده لحد 15 ابريل 2021 فقط. طبعا لو انت حابب تقدم بنفسك على الفرص دي مفيش مشكلة، ممكن تخش على الاعلان الرسمي لكل فرصة وتقدم ليها لوحدك لو انت حابب. لو حابب تقدم من خلالنا زي ما احنا شرحنا في عرض بينتهي 15 ابريل 2021، ورابط عرض التقديم من هنا، بتملى الاستمارة دي واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء للتدريب ده، تمام كده؟ وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.